أنا أحد معتقلين في سجن جو المركزي، مركز الإصلاح والتأهيل، ردا على تقرير اللي نشره تلفزيون البحرين أنهم زاروا سجن جو. هذا اللي التقرير اللي نشرنا فيه هذا اتصالات مرئية إلى النزلاء، وفي محاضرات توعوية وفحصونا، هذا كله ما شفناه. أنا نزيل في مبنى واحد في سجن جو، ما شفت كل هالأشياء. وين الزيارات المرئية؟ أنا محكوم بالإعدام، طالبنا الإدارة نبي اتصال زيادة، مو اتصال مرئي بس، اتصال عادي زيادة. ما شفنا أي تجاوب. زيارات إلى أهالينا مقطوعة بسبب كورونا، اتصالنا نص ساعة في الأسبوع ما يكفي حق إن نتواصل يا أهالينا. وين كل هالأشياء اللي قلتون عنها في التقرير؟